انت تعمل جوجل يعني ترفعني لفوق وبعدين ادمن فيك لما تكون فوق بالهواء بدك استنى. طب اصبر يا زلمه بشرح لك. لا ما انا مستعجل على على نصيبي. عارف انت شو بدك تحكي فما في داعي تعلمني يا عمو. طيب اوكي لحظه لحظه اوكي هلا بس عشان يعني طب يا هوي لحظه اوكي لا 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 عشان ناخذ الفول اكسبيرينس. فول اكسبيرينس عشان اعرف افوز عليك. ايش في حط السماعه ولع الشب بس. طيب طيب المهم المهم هلا جربها مره اوكي اعمل اللونش وبعدين حاول ادمن فيك انه اطول الكم اطول الكم يلا روح بعدين لا اله الا الله ارفع ارفع يلا اوكي حلو ممتاز يلا كمل. هو كان فيك شفت شفت الحركه هاي ممتاز عمل ضرر كثير بيسك موفز بعدين اخلصها بالكومبو الاخير. ايوه بالضبط. هلا لحظه احنا على الهواء طب ممكن نسلم على الشباب يعني ممكن نسلم على الجميع اعزائي المشاهدين. اهلا وسهلا فيكم صباح الفول والفلافل معكم حكيم صاحب الكرسي العظيم. اهلا وسهلا فيكم في جاري اللعب. طبعا معنا عمار انا حطيت هيك شغله ابعد يا زلمه ابعد عني يا زلمه جاي للانتقام. المهم ما علينا ما علينا. طبعا اليوم راح نلعب تيكن 7 واللي صار فيه اخر مره ما كانش حلال بالنسبه له فجاي ان هو بده يعوض الموضوع بشكل سريع جدا. ما بدنا نضيع وقت هلا احنا كنا قاعدين بنعمل براكتس عندي افوت على الجيم سريع سريع اوكي عشان ما نضيع وقت عشان ما نضيعش وقت